قميص كل اللي لبسه حياته انتهت، كل رسمة وكل كلمة مكتوبة عليه ليها دلالة معينة، وبمجرد لمسه بس هتحس ان روحك بتتسحب. سنة 1913 جت مكالمة غريبة لمسؤول المتحف الإسلامي من شخص بيقول له انه عنده أثر إسلامي مهم جدا ومستعد يبيعه للمتحف فورا وبأي تمن. وبالفعل استلم مسؤول المتحف منه شنطة فيها شيء من قطعة واحدة بس، يبدو انه قميص، لكن شكله كان غريب ومخيف قوي بالنسبة له. وفورا اجتمع مسؤول المتحف بلجنة من علماء الأزهر وعلماء الآثار وعرض عليهم القميص، وكلهم اتصدموا لما شافوا شكله. ومن اللحظة دي بدأت عمليات البحث والدراسة حوالين قصة القميص. وبعد فترة كبيرة من الدراسات والأبحاث اكتشفوا انه بيرجع لفترة الخلافة الصفوية العثمانية، وبالتحديد في حكم الملك سليمان الأول اللي كان فاشل جدا في إدارة الدولة. فقرر الملك انه يلجأ لواحد من الدجالين علشان يشوف له حل في كل الحروب اللي بيخسر فيها دي. وساعتها الدجال قال له ان اليوم اللي تم تنصيبه فيه كان يوم مشؤوم فلكيا، وللأسف مفيش حل غير انه يتم إعادة تنصيبك للمرة التانية وفي يوم تاني. وبالفعل سنة 1667 تم تنصيب الملك سليمان للمرة التانية، واداله الدجال قميص لازم يفضل لابسه طول حياته، وقال له ان هو ده اللي هيحميه من اي مرض او اي حرب يدخلها. لكن سنة 1994 يقال ان الدجال باع سر القميص وبطل مفعوله، ومن هنا القميص بقى لعنة لكل اللي بيلبسه، واللي بسببه توفى الحاكم وتم توريثه من ملك لملك على اساس انه تراث ملكي مهم، لحد ما وصل لواحد اسمه مصطفى بيك شمس الدين اللي كان عاوز يتخلص منه بأي شكل من الأشكال، وباعه لماكس هيرتز اللي كان مدير المتحف الإسلامي ساعتها. والمفاجأة إن القميص ده اتعمل منه نسخ كتير قوي، وواحد منهم موجود في المتحف الإسلامي في مصر. القميص مصنوع من الكتان وعبارة عن قطعة واحدة بس من غير أي خيوط، مليان أشكال هندسية من مربعات ودوائر مكتوب عليها بعض الآيات القرآنية وأسماء الله الحسنى وبعض التعويذ بطريقة غريبة. ومن ضمن الأسماء اللي موجودة على القميص هاروت وماروت، ودول ملائكة بيتم الاستعانة بيهم في تحضير الدجل والشعوذة. ووفقا لآراء المؤرخين فالقميص بيوضح الخصائص الجسدية للشخص اللي كان بيلبسه بسبب حجمه الكبير، ده غير ان مفيش حد قدر يقرأ او يفك الشفرات والرموز اللي موجودة عليه بشكل كامل، حتى بقع الدم اللي عليه لحد دلوقتي مش عارفين سببها. وفي النهاية بقى القميص السحري اللغز كبير على مر السنين، وانتهى الحال بيه انه يكون مجرد قطعة أثرية في متحف ممنوع استخدامها.